أحييكم وأستهل النشرة بالعناوين. سقوط الهدنة في غزة، إسرائيل ترتكب مجزرة في رفح، والقسام تعلن أسر جندي. هيئة التنسيق تتحرك لمواجهة تشويه السلسلة. السنيورة من بكركي، الأولوية لانتخاب رئيس. لم تصمت تهدئة 72 ساعة التي جرى التوصل إليها فجرا بين حماس وإسرائيل إلا ساعتين، وطارت المفاوضات التي كانت مرتقبة في القاهرة بين إسرائيل وحماس في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي خطف جندي له في قطاع غزة. مزيد من التفاصيل في اتصال هاتفي مع الزميلة أمال شحادي. أمال، هل كل ما سبق وذكرناه شكل مقدمة لأعنف قصف إسرائيلي اليوم على القطاع؟ بالتأكيد، إسرائيل يعني لا حاجة للذرائع حتى تقصف، ويعني تكون هي المبادرة لمثل هذه الجرائم. على أي حال، هذه المرة خلافا لاختطاف الجندي السابق، إسرائيل الجيش الإسرائيلي أعلن بأن جندي اختطف والعائلة علمت باختطاف ابنها. يبدو من المعطيات التحقيقات الأولية أن باعتراف الجيش الإسرائيلي أن حماس نصب كمينا لمجموعة من الجنود الإسرائيليين بالقرب من أحد الأنفاق في منطقة رفح، بدعاء إسرائيل أنه حدث نوع من التفجير. يتوقعون أن مقاتلا من حماس فجر نفسه، وعند حدوث هذا التفجير قامت المجموعة الأخرى بتمويه الجنود واختطفوا أحدهم بالأنفاق. طبعا الحديث عن اختطاف جندي حي. بالنسبة لإسرائيل، في هذه الأثناء في هذه اللحظات مئات الجنود يتوجهون نحو الحدود مع غزة، وعشرات المدرعات حسب ما الصور التي أو التحركات الموجودة عند المنطقة الجنوبية. إسرائيل اليوم في نقاش بأن هل تقوم بتوسيع العملية وهل أم أنها تتجه نحو مفاوضات لحماس للتهدئة، لأنها اليوم أمام تحديات اثنين. الأول أن طبعا الجندي، هذه تحدي لم يكن في حسبان إسرائيل اليوم، والأمر الآخر الأنفاق. صاروا اثنين أمام، صحيح؟ هذا الجندي الثاني. نعم. هذا الجندي وضعه إسرائيل على الأقل، الجندي الأول قالت أنه ميت، ولكن هذا الجندي إضافة إلى أن حماس مرة أخرى أثبتت أنها قادرة على نصب الكمائن للإسرائيليين ومواجهتهم بأشرس المعارك، أنهم نجحوا في اختطاف جندي حي. وهذا في هذه اللحظات هناك حالة إرباك كبيرة لدى إسرائيل. هل توسع النقاش الحالي، هل توسع معركتها؟ الصور تقول أنها باتجاه توسيع المعركة، لأنها وقفت أمام وضع إما وقف إطلاق النار بشروطها، وإما لا مجال أمامها إلا الدخول وتخرج بإنجاز واحد، أو تدمير الأنفاق أو إعادة الجندي الذي اختطف اليوم. شكرا لك يا زميلة أمال شحادي. إسرائيل وبعد أقل من ساعتين على بدء التهدئة ارتكبت مجزرة في رفح، حيث سقط أكثر من 30 شهيدا فلسطينيا. كان من المفترض أن تكون هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة في قطاع غزة ابتداء من 8 صباحا بموافقة كل من إسرائيل وحماس في اليوم 25 من بدء إسرائيل هجومها المدمر على القطاع، إلا أنه وبعد مرور ساعتين من بدء سريان التهدئة ارتكبت إسرائيل مجزرة في منطقة رفح جنوب قطاع غزة باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا وجرح أكثر من 150 بحسب مصدر طبي في مستشفى في القطاع جراء قصف مدفعي كثيف الدبابات. إسرائيل من جهتها أعلنت أن وقف إطلاق النار في غزة انتهى بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي الذي كشف عن احتمال خطف جندي خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة بحسب الإذاعة الإسرائيلية. وكانت إسرائيل اتهمت حماس وحلفائها بارتكاب انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار بعد أقل من 4 ساعات على دخول الهدنة حيز التنفيذ من دون أن ترد أي توضيحات حول طبيعة هذا الانتهاك. وفي حين أطلقت 8 صواريخ وقذائف هاون على إسرائيل، اعترض أحدها نظام القبة الحديدية، فيما سقطت الأخرى في مناطق غير آهلة. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فتحوا النار على جنود إسرائيليين في منطقة رفح، فيما أفاد مراسلون من وكالة الصحافة الفرنسية عن معارك ضارية تجري في محيط رفح.
وقد حذر الجيش سكان المدينة وطلب منهم البقاء في منازلهم، كما كان اعتراف إسرائيلي بمقتل 5 من جنوده على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع قطاع غزة الخميس، لترتفع بذلك إلى 61 قتيلا محصلة قتلاه منذ بدء الهجوم على القطاع. الهدنة الهشة هذه كسابقاتها من التهديئات الإنسانية في القطاع خلال الهجوم الإسرائيلي كان أعلن عنها كل من وزير الخارجية الأمريكية جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بعد توافق الجانبان الإسرائيلي وحماس على وقف لإطلاق النار بدون شروط مسبقة وقابل للتمديد. هذا وكان من المقرر أن تشهد القاهرة بعد التوصل إلى وقف للنار انطلاق محادثات يجريها وفدان فلسطيني وإسرائيلي وتشمل الحكومة المصرية بهدف التوصل إلى حل دائم، ويشارك فيها نائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز، إلا أن مصر أجلت مفاوضات الهدنة هذه وذلك بعد خطف جندي إسرائيلي بحسب ما أفادت حركة الجهاد الإسلامي. وفي الشأن الإنساني لم تتمكن شاحنات محملة بمساعدات من الدخول إلى القطاع بعد تعرض جنوب غزة للقصف الإسرائيلي الكثيف. وفي لبنان أطلق سراح الشيخ حسين عطوي بسند إقامة بعدما كان قد اتهم بإطلاق صواريخ من المال في حصبية في جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل. الحساب الجديد لأحرار السنة بعلبك عاد ليشغل الأجهزة المعنية. مزيد من التفاصيل في اتصال هاتفي مع الزميل بسام أبو زيد. بسام، سبق وأن أوقف هذا الحساب وقيل أنه المعلومات الواردة عليه لا تستحق هذه الجدية، ما الذي استجد اليوم؟ يعني الذي استجد اليوم ماريو يعني هو ليس بتطور مهم، ولكن تؤكد المصادر الأمنية أن البحث عما يقف وراء لواء أحرار السنة بعلبك ما زال مستمرا، لافتة إلى أن عودة هذا اللواء إلى التغريد عبر تويتر لا تعني من الناحية التقنية أمرا مهما، إلا أنه مؤشر على أن من يقف وراء هذه المجموعة مصمم ماريو على إشاعة أجواء من الذعر والفتنة في صفوف اللبنانيين ولا سيما في صفوف المسيحيين في البقاع. وقالت هذه المصادر إن التوصل إلى نتائج تتعلق بمن يقف وراء هذا الحساب يحتاج إلى بعض الوقت، لا سيما وأن الجهة التي تشغله طورت في طريقة عملها وفي محتوى التغريدات التي تبثها، وبرز في هذا المجال استخدام صور يبدو أنها مستخرجة من فيلم فيديو في تغريدتين سابقتين على علاقة بحزب الله والاشتباكات التي يخوضها في السلسلة الشرقية، متخوفة من قيام جهات إرهابية أو مخابراتية بالاستثمار الأمني على خلفية كلام هذه المجموعة. نعم. وختمت المصادر كلامها بالقول إن الأجهزة الأمنية مصممة هذه المرة على كشف من يقف وراء هذا يعني أو وراء هذه المجموعة، وهي تعمل بقوة على ذلك، وأن معطيات جديدة بدأت بالتكشف وسيتم اكتشاف يعني معطيات أخرى في الساعات المقبلة. نعم بس. رافضة الكشف عن طبيعة هذه المعطيات في هذه المرحلة ماريو. شكرا لك زميل بسام أبو زيد. ألقت استخبارات الجيش أمس في بلدة العيروني في عكار على امرأة ألقت القبض على امرأة كانت مزودة بحزام ناسف بداخله كميات من المتفجرات، وأشارت مصادر عسكرية إلى أن زوج هذه المرأة موقوف أيضا بتهم لها علاقة بالإرهاب. المخارج المطروحة لملف سلسلة الرتب والرواتب حاضرة في هذه الأثناء في اجتماع بين وزير المال علي حسن خليل عفد من هيئة التنسيق النقابية. التفاصيل مباشرة من وزارة المال مع الزميلة هدى شديد. هدى، هل هي فعلا مخارج ما يبحث الآن بين الوزير وهيئة التنسيق؟ هي مخارج وأيضا أرقام تعرض في هذه الأثناء في الاجتماع المنعقد منذ حوالي الساعة بين وزير المال علي حسن خليل وهيئة التنسيق النقابية بحضور مديرة الصرفيات في وزارة المال رانيا دياب. وفق يعني ما بات معلوما حتى الآن أن وزير المال ليس بعيدا عن وجهة نظر هيئة التنسيق النقابية بعدما قال مرارا وكرر أمامهم اليوم بأن الأرقام متقاربة مع ما تطرحه هيئة التنسيق لجهة أن خزينة الدولة يدفع منها الآن غلاء المعيشة من دون أي إيرادات، في حين أن إقرار السلسلة سوف يؤمن إيرادات، والإيرادات المطروحة كفيلة بتأمين أرقام السلسلة الواردة في المشروع الموجود في مجلس النواب. الوزير علي حسن خليل كان عقد بالأمس ليلة أمس اجتماعا هو الثاني مع الرئيس فؤاد السنيورة بحضور وزير الصحة وائل أبو فاعور، وتم
التداول في مقترحات لتوحيد الأرقام، أرقام السلسلة وأرقام وارداتها، وما زال البحث بين أخذ ورد فيما يتعلق بإيرادات هذه السلسلة وسط يعني تباين حول 1% التي تقترحها 14 أذار على زيادة 1% على TVA، بالإضافة إلى تخفيض السلسلة وتقسيطها. والاجتماع انتهى في هذا الأثناء، وسوف نستمع إلى تصريح من وزير المال علي حسن خليل ومن نعمة محفوظ وحنا غريب، وبانتظار أن يصلوا إلى هنا حيث سيدلون بتصاريحهم. أشير إلى أن نعمة محفوظ اعتبر أنه لم يعد من الترف أمام مجلس النواب يعني اتخاذ الوقت أو المزيد من الوقت لإقرار هذه السلسلة بعدما بات مصير 100,000 طالب مهددا، والمهلة باتت تقترب من الخط الأحمر. إذن انتهى الاجتماع، ونستمع إلى وزير المال علي حسن خليل يدلي بتصريح بعد هذا الاجتماع. يعطيكم العافية. يعني الكلام الأساسي هو لهيئة التنسيق النقابية، لكن أنا بدي بسرعة أقول نتيجة وخلاصة اجتماعاتنا خلال اليومين الماضيين وهلأ مع هيئة التنسيق النقابية. واضح أنه المسألة لم تعد مسألة أرقام ولا حسابات، الأمر محسوم على هذا الصعيد. الكتل النيابية والهيئات المعنية بتعرف تماما الأمور المرتبطة بكلفة السلسلة، بالجداول المرتبطة فيها، وبالواردات المقترحة واللي قدمناها وشرحناها لكل من سأل حول هذه المسألة، واللي دائما كنا نركز فيها على حرصنا على إيجاد التوازن المالي بين حجم النفقات اللي بدها ترتبها السلسلة وبين الواردات المطلوبة لحفظ الاستقرار المالي العام بالبلد، واللي ما زال يشكل بالنسبة لنا أولوية بعملنا بقدر اهتمامنا وإصرارنا على تلبية حقوق القطاعات المختلفة بسلسلة الرتب والرواتب. اليوم نحن قدام مسألة مرتبطة بالخيارات، هل نريد السلسلة أم لا نريد، ونريد أن نبقي هذه المسألة معلقة مع الآثار اللي عم تتركها على كل الوضع العام بالبلد. اليوم نحن ما عم نعيش مسألة يعني هيك فيها ترف الدخول بنظريات وباقتراحات غير عملية. اليوم عم نعالج بموضوع السلسلة مشكلة عم تفرض نفسها علينا، إلى علاقة بحقوق الموظفين، إلى علاقة بمستقبل طلاب ناطرين شهاداتهم، إلى علاقة بانتظام حياة شريحة واسعة من اللبنانيين مرتبطين بكل هذه القطاعات ومتأثرين فيها. بدي يكون صريح، ما زال هناك تباينات حول ما يجب أن يعتمد في هذه السلسلة. بنقاشنا ما زال هناك أمور تحتاج إلى استكمال، ما زال هناك بعض الطروحات اللي تباينات فيها مش دقيقة حتى ما نغش الرأي العام. أنا بعرف أنه النقاش مفتوح والنقاش إيجابي، لكن طرح موضوع الدرجات وهناك وجهتين نظر. نحن قلنا أنه هذا الأمر بعد نقاش طويل حصل خلال المرحلة الماضية حسن بأن يعطى لست درجات للأساتذة. اليوم بعد في وجهة نظر بتقول أنه هذا الأمر كبير وبيرتب أعباء ولا يمكن تحمله. نحكى عن طبيعة السلسلة وتركيبتها، هيئة التنسيق عندها ملاحظات عليها سمعنا لها بكل جدية وتركيز حول هذا الأمر.
نحن بجرأة قلنا، وأنا يعني قدام هيئة التنسيق اليوم كررت أنه ما عندنا مانع، والرئيس بري قال لهيئة التنسيق مباشرة أنه نحن مستعدين لأن بعد الاتفاق على السلسلة أنه نحسم 10% من كلفتها. اليوم في طروحات لرفع نسبة الحسم هيدي، في نقاش حول التفئة، مواقف القوى السياسية معروفة. نحن قلنا ما بيصح انه الناس تاخد بايد ومن بايد اخرى يتم انتزاع هذا المكتسب منا، ونحن عم بنشوف انه التفئة ايضا عم بتطال الشريحة الاوسع من الناس مقابل انه السلسلة عم تستهدف مجموعة معينة من هود الناس. حتى نخلص من هذه المعضلة كلها، نحن بصراحة كقوة سياسية عم بحكي هلا، مش كوزير مال فقط، معنية بهذه السلسلة، ما بنقدر نتحمل لا قدام هيئة التنسيق ولا قدام البلد تبعات كل المسائل مع بعض البعض، إن كان تخفيض أو تقسيط أو تفئة، نقدر نتحمل شيء لأنه البلد بيتطلب منا تضحية كلياتنا لحتى نتحمل أمر معين، لحتى نتحمل مستوى معين من الضغط ونمارس هذا الضغط، إن كان على هيئة التنسيق أو على الجهات المقررة حكوميا أو نيابيا، لكن ما في طرف بيقبل أنه يتحمل كل المسؤولية. من هون نحن دعينا وقلنا حريصين على استمرار الحوار، على استمرار النقاش، يجب أن تبت السلسلة، ما نبقى عم ندور بحلقة مفرغة إلى علاقة يعني بمواقف كلياتنا صرنا نعرف بعضنا البعض فيها. خلا تعرف العالم ما بحاجة لكتير نقاش، مثل ما قلت الموضوع خيارات، بنا ولا ما بنا، هذا الأمر الذي يجب أن يحسم، وإذا حسمناه الرئيس نبيه بري جاهز ليدعو لجلسة نيابية خلال ساعات. اليوم إذا نحن بنتفق مع بعضنا البعض، التزام الرئيس بري واضح كان أنه مفتاح وبداية التشريع في المجلس النيابي هلأ هو السلسلة باعتبار أمر موضوع على جدول الأعمال، وعندما رفعت الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي قيل أن الجلسة مفتوحة لاستكمال النقاش في السلسلة، أي مواضيع أخرى بتم الاتفاق عليها ستضاف إلى جدول الأعمال، ستضاف إلى السلسلة. وبالتالي خلينا إذا كان في بعض التباينات، إذا كان في بعض الأفكار اللي مش متفق عليها، فلتذهب الكتل النيابية إلى المجلس النيابي لتناقش وبمسؤولية وأمام كل الناس، بعيدا عن المزايدات، بعيدا عن التحديات. أنا ما عم شكك على الإطلاق بنوايا وبخلفيات أحد من الكتل السياسية، لا المعارضين ولا المواليين، كل واحد عنده وجهة نظره. كل عمرنا بمجلس النواب بنروح على الهيئة العامة بنناقش، في ناس بتوافق وفي ناس ما بتوافق، في ناس بتحمل مسؤولياتها للتاريخ أمام كل الناس وبتقول إنه هذا موقفي وعلى أساسه بتمشي الأمور. ما بتحمل القصة نضلنا بطرف النقاش النظري اللي كلياتنا بنعرف. أنا أول واحد بعرف كوزير للمال إنه كل ما أنفقنا أكثر كل ما رتبنا أعباء على المالية العامة، كل ما دخلنا بمشكلة أكبر. ما عم ناقد نفسي لكن عم أقول هيدا تحدي قدامنا، عم بنعالج مشكلة انخلقت خلال الفترة الماضية، كبرت وصلت إلى أن تصبح مرتبطة بمصير آلاف الطلاب، عشرات آلاف الطلاب، عشرات آلاف الموظفين، عشرات آلاف الأساتذة، مئات آلاف من الناس اللي مرتبطة حياتهم ومعيشتهم ومستقبلهم بكل هذه الدورة لليوم معلقة على موضوع السلسلة. كفانا تنظير وحكي، خلينا نروح مباشرة للبدء، ننزل على مجلس النواب نتحمل مسؤولياتنا، نحكي مع بعضنا البعض بكل جدية بكل مسؤولية ونقر هذه السلسلة بأسرع وقت فينا نعمل هذا الأمر. يمكن إذا اتفقنا خلال أسبوع 10 أيام على الكتير ممكن نكون أنجزنا هيدي العملية. أنا لا عم أقول بعكس جو سلبي لأنه التواصل مستمر، جلسة مبارح وإن كنا لم نتفق فيها على الأمور لكن توافقنا أكيدا على استمرار النقاش، توافقنا على أنه لازم نضلنا نبحث ونفتش عن الصيغ الأمثل للوصول إلى تفاهم حول هذا الموضوع. أنا يعني
ما كان مقرر انه نحكي للاعلام، لانه ما بدي نعملها هذه القصه مثل حفله خطابات يوميه الى علاقه بحياه الناس. لكن ثاقبت هيئه التنسيق النيابي متواعدين نحن وياهم، العالم يمكن مفترضة انه لازم يطلع نتائج، وانا مع هودي الناس المفترض انه يطلع نتائج. ان شاء الله بنقدر نوصل الى تفاهم باسرع وقت ممكن. بس مع الوزير يعني وكأنه صرنا يومين عم نسمع وكأنه في حلول صارت متقدمة والسلسلة صارت على قاب قوسين او ادنى، اليوم عم بتقلنا انه بعد ما في شيء متفق عليه. ما في اتفاق نهائي اكيد، وفي تباينات، نعم هناك تباينات، في وجهات نظر، نعم هناك وجهات نظر. بكل بساطة أنا ما بدي يعني غش العالم والناس ناطرة أنه بعد يومين بتاخد شهيدة بتبلش بالتصحيح ولا ما بتبلش بالتصحيح. يعني خلينا نكون صريحين، هلأ ما بعرف هيئة التنسيق هني بيحكوا بيعبروا عن موقفهم أكتر. أنا بتمنى أي موقف بدنا ناخده نراعي فيه كل هذه المسائل، الوضع المالي والاستقرار بالبلد، حق الموظفين والأساتذة بسلسلتهم اللي الدولة أثرت كتير خلال المرحلة الماضية بمقاربتها بشكل صحيح ومقاربة علمية بتعطي للناس حقوقها وما بتتركها تتراكم لحتى توصل وتصير قنبلة موقوتة اجتماعيا واقتصاديا وماليا. وأيضا بدنا ننتبه لكل الوضع العام بالبلد اللي بيتطلب حكمة وانتباه من القوى السياسية من جهة، من الكتل النيابية ومن هيئة التنسيق النيابي. معالي الوزير، هل مستعدين هيئة التنسيق النيابية؟ لا يعني بعد الانتظار عم تقول انه انت يعني خليهم هني يجاوبوا على الحال وهن موجودين. معالي بس العشرة بالمية اللي عم يطرح رئيس بر انه يتم تخفيضها من السلسلة، بأي أبواب يمكن تخفيض العشرة؟ نحن عم بنقول إذا تم الاتفاق على السلسلة ما عندنا مانع، انه هذا ما كان طرحنا، نحن كنا عم نشتغل على تسوي يمكن هيئة التنسيق النقابية ما تكون قبلاني فيها. لكن نحن قلنا بوقت اذا اتفقنا على السلسلة وصرنا بمرحلة الاقرار بنقول على كل الابواب تبع السلسلة بيتم تخفيض 10% لتخفيض نسبة العجز الكبير اللي ممكن يترتب على اقرار هذه السلسلة على المالية العامة. أدي وزارة المالية عم ترفع غلاء معيشة ان شاء الله. يعني انا بتمنى انه يستكمل النقاش ونوصل لتفاهم خلال يوم او يومين. أدي عم تدفع وزارة المالية او خزينة الدولة غلاء معيشة من دون ايرادات يعني هلا بالوقت الحاضر؟ هذا الامر اللي انا شرحته المرة الماضية ويعني ما بدي اخذ وقتكم كثير بهذا الموضوع. أنا عم بحكي بمسؤولية كوزارة مالية. اليوم نحن وزارة المالية بتدفع 850 مليار ليرة بدل غلاء معيشة دون أن يكون هناك إقرار لأي ليرة من الواردات. على هيك في جوانب إيجابية لإقرار السلسلة والواردات المرتبطة فيها، واحدة من هذه الجوانب أنه نحن حنكون أمام فرصة تحديداً بال 2015 لزيادة نسبة وارداتنا بما يخفف العجز بمشروع الموازنة اللي قدمناها لسنة 2014 واللي عم نحضرها لل 2015 إلى ما يقارب 750 مليار ليرة لبنانية. يعني للمفارقة إذا أقرينا هذا المشروع اللي بندينا بدال ما تزيد عجز الموازنة، بدال ما نعمل أزمة بوضعنا المالي، نحن تزيد الواردات عنا وبالتالي حيخف العجز حوالي بين 700 و750 مليار ليرة لبنانية. هذا أمر كتير مهم الرأي العام يعرفه، لأنه كل ما عم نتأخر يعني يوم عن هذا الموضوع كمان نحن كوزارة مالية عم نتأخر عن تحصيل وارداتنا. هذه مسألة بغاية الأهمية، لأنه اليوم بصراحة في كتير من المطارح الضريبية ما عم نستوفي عنا شيء من أكثر. منذ إقرار موازنة 2005 لحد هلأ لم تقر ولم نقدم على إجراءات ضريبية جديدة. أنا حريص وأكيد على أن لا تطال الجهات ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حتى هناك عمل تصحيحي صار على مستوى الواردات على مستوى العمل الضريبي بعتقد بشكل أفزي نوعية بالسياسة العامة لوزارة المال. يعطيكم العافية حتى أترك الموضوع لهيئة التنسيق.
اليوم نحن بإطار اللقاءات اللي عم تجريها هيئة تنسيق النقابية مع ممثلي الكتل والمعنيين بسلسلة الرتب والرواتب، كان لنا اليوم لقاء مع معالي وزير المال سعادة النائب علي حسن خليل. الموضوع كان عم ينصب على ملف سلسلة الرتب والرواتب. وضعنا بالأجواء معالي الوزير جلسة اللي صارت امبارح بين رئيس سنيورة ونائب وائل أبو ثعور ومعالي وجورج عدوان. خلاصة النقاش ما يلي هو أنه نحن هذا النقاش بعده لبل عاد للمربع الأول، يعني على نقطة الصفر. وبدي أقول هون للتوضيح، اللي عم يتناقش بين المعنيين بالسقف اللي عم ينطرح من خلاله وبيناتهم، هيئة التنسيق النقابية ضده، ما له علاقة فيه لا من قريب ولا من بعيد. هذا سقف لا يضمن الحقوق كاملة للموظفين وللأساتذة والمعلمين والأجراء والمياومين وكل المعنيين والمستفيدين بما فيهم المتقاعدين من سلسلة. أي سقف؟ السقف اللي عم يتناقش عليه يعني تخفيض لا لا لا، موضوع سلسلة اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب جورج عدوان، وحدة اثنين زيادة 1% تبقى اثنين، موضوع التخفيض التقسيط، يعني ما بقي شيء من الحقوق. نحن اللي عم نطالب فيه كهيئة تنسيق النقابية حقنا، الحقوق ثم الحقوق، هذا هو سقفنا 121%، الكل معترف فيه وما بيدفعوا لأصحاب الحقوق، في حين اندفع لقطاعات تانية. لأساتذة الجامعة اندفع وبدون تقسيط، ومن سنتين ثلاثة، ومن شي سنتين ثلاثة كمان للقضاة 121%، وبقيوا هولي الموظفين المعنيين قطاع العسكري تعليمي الإداري مياومين إلى آخره، ما لهم علاقة بالموضوع، وعم بينطرح عليهم شيء لا يضمن ولا يشكل الحد الأدنى المقبول من قبلهم وما بيضمنهم على الحقوق. لذلك حبيت بالبداية ارجع وعيد النقاط اللي عم بتركز عليها هيئة التنسيق النقابية. بالدرجة الأولى هي المذكرة اللي قدمتها، اعطاء نسبة زيادة واحدة لكل موظفي القطاع العام المعنيين بالسلسلة بما فيهم الأجراء والمياومين المتعاقدين والمتقاعدين، يلي هي 121%، قبضنا منها 45% كمعدل وسطي وبقي منها 75%، يعني كمان كمعدل وسطي. اللي عم نطالب فيه خليها الرأي العام كله يعرف، هو هذه هي الحقوق 75% المتبقية على سلسلة هي سلسلة سنة 1996 يلي طلعت من 18 سنة يا جماعة، من 18 سنة، وهذه ما بتكلف شيء. إذا أحسنوا الجيبية، ركزوا على الفساد، ركزوا على الهدر، على الصفقات، على التهريب اللي عم بيصير هون على المرفع على المطار إلى آخره، كله هذا وحسنوا الجباية، هؤلاء ما في أسهل منه بمولوا أكثر من سلسلة. فلذلك هذه النقطة الأولى اللي حبينا أول شيء نركز عليها. الشيء الثاني كمان انطلاقا من موضوع هيئة التنسيق النقابية على موقفها، على موقفها وعلى استمرارها، وردا على المماطلة والتسويف
وعدم اقرار السلسله هي مستمره بمقاطعه التصحيح واسس التصحيح للامتحانات الرسميه والتمسك بالدعوه لتنفيذ الاضراب العام الشامل في الوزارات والادارات العامه يوم الاربعاء بستة اب مع الاعتصام في ساحه رياض الصلح الساعه 11. واذا كان فكرهم من خلال هالمماطلة وهالتسويف هذه بيأسوا المعلمين والموظفين، نحن منقول لهم انتوا واهمين، انتوا واهمين. نحن صرنا 3 سنين ومستمرين وصامدين وموحدين، واللي بيتحمل مسؤولية تعطيل البلد وشلل البلد والفراغ بالبلد هو اللي اخذ الشعب اللبناني كله رهيني بين ده، واخذ الطلاب رهيني، واخذ الاساتذه والموظفين ولقمه عيشه رهيني. اللي بيتحملوا المسؤوليه هن هولي السياسيين اللي عندهم القرار وما بياخذوا القرار. ما بياخذوا للقرار. بيقول انه امبارح يعني لقى ايجابيه وانه في فتح للنقاش، هل انتوا انا سالته هذا ما بيشكل نقاش، هذا عم يرجع نرجع نحن لنقطه الصفر. الشعب اللبناني كله بيعرف قديش كانت هيئة التنسيق النقابية مرنة وقديش قدمت من تعهدات ومن تنازلات ونفذتها. لكن المسؤولين اعطوني بس شي مثل واحد، اعطوني بس وحدة من 3 سنين وعدوا بشي شغلة ونفذوها. طيب ليش ولا شغلة ولا تعهدات بالضبط لنحملهم المسؤولية ولنطلع نحكي قدام الرأي العام كله وجبيننا عالي ومرفوع ولندافع عن الحق. انه في مليون انسان عم ياكل ويشرب من هالسلسلة ولازم يحسوا انه في 100,000 طالب كمان بدهم شهاداتهم، ما بدهم افاداتهم. وحذاري حذاري من التلاعب بالشهادة الرسمية، وحذاري حذاري من المسؤولين انهم يقدموا على منح افادات مدرسية ما بتعطي للطلاب حقوقهم. لذلك ما حدا يهددنا. اي متى بندخل بالمحظور؟ نكتفي بمشاهدينا بهذا القدر وننتقل لنقل وقائع كلمة العاهل السعودي التي وجهها الى الامتين العربية والاسلامية والمجتمع الدولي. لها ارضا خصبة في عالمين العربي والاسلامي، وسهل لها المغرضون الحاقدون على امتنا كل امر حتى توهمت بأنه اشتد عودها وقويت شوكتها فأخذت تعيث في الأرض إرهابا وفسادا، وأوغلت في الباطل كاتمة ومتجاهلة لقول المقتدر الجبار: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إن من المعيب والعار أن هؤلاء الإرهابيين يفعلون ذلك باسم الدين، فيقتلون النفس التي حرم الله قتلها ويمثلون بها ويتباهون بنشرها، كل ذلك باسم الدين والدين منهم براء. فشوهوا صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته، وألصقوا به كل أنواع الصفات السيئة بأفعالهم وطغيانهم وإجرامهم، فأصبح كل من لا يعرف الإسلام على حقيقته يظن أن ما يصدر من هؤلاء الخونة يعبر عن رسالة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مهبط الوحي ومهد الرسالة المحمدية أدعو قادة وعلماء الأمة الإسلامية لأداء واجبهم تجاه الحق جل جلاله، وأن يقفوا في وجه من يحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف والكراهية والإرهاب، وأن يقولوا كلمة الحق وأن لا يخشوا في الحق لومة لائم. فأمتنا تمر اليوم بمرحلة تاريخية حرجة، وسيكون التاريخ شاهدا على من كانوا الأداة التي استغلها الأعداء لتفريق وتمزيق الأمة وتشويه صورة الإسلام النقية. وإلى جانب هذا كله نرى دماء أشقائنا في فلسطين تسفك في مجازر جماعية لم تستثني أحدا، وجرائم حرب ضد الإنسانية دون وازع إنساني أو أخلاقي، حتى أصبح للإرهاب
أشكال مختلفة سواء كان من جماعات أو منظمات أو دول، وهي الأخطر بإمكانياتها ونواياها ومكائدها. كل ذلك يحدث تحت سمع وبصر المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان. هذا المجتمع الذي لزم الصمت مراقبا ما يحدث في المنطقة بأسرها غير مكترث بما يجري، وكأن ما يحدث أمر لا يعنيه. هذا الصمت الذي ليس له أي تبرير، غير مدركين بأن ذلك سيؤدي إلى خروج جيل لا يؤمن بغير العنف، رافضا السلام ومؤمنا بصراع الحضارات لا بحوارها. وأذكر من مكاني هذا بأننا قد دعونا منذ 10 سنوات في مؤتمر الرياض إلى إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وقد حظي المقترح بتأييد العالم أجمع في حينه، وذلك بهدف التنسيق الأمثل بين الدول، لكننا أصبنا بخيبة أمل بعد ذلك بسبب عدم تفاعل المجتمع الدولي بشكل جدي مع هذه الفكرة، الأمر الذي أدى لعدم تفعيل المقترح بالشكل الذي كنا نعلق عليه آمالا كبيرة. واليوم نقول لكل الذين تخاذلوا أو يتخاذلون عن أداء مسؤولياتهم التاريخية ضد الإرهاب صالحة وقتية أو مخططات مشبوهة، بأنهم سيكونون أول ضحايا في الغد، وكأنهم بذلك لم يستفيدوا من تجربة الماضي القريب والتي لم يسلم منها أحد. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتابع في سياق النشرة. الرئيس فؤاد السنيورة أكد الالتزام بإقرار سلسلة الرتب والرواتب قائلا: لكن علينا أن نتعاون، وعلى الجميع أن يتحمل هذا المخاض لنصل إلى نتيجة، وإذا لم يجري الاتفاق فالجميع خاسرون. السنيورة وبعد لقائه على رأس وفد من المستقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي في بكركي أكد أن الفراغ في صدة رئاسة الجمهورية قاتل. الفراغ مضر، ولا شيء يمكن أن يحل مكان هذا الدور الذي يلعبه فخامة الرئيس. ولذلك فإن هناك مساعي يجب أن تبذل. نحن كما تعلمون ووقفنا من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، وقلنا أنه ليس هناك من أي أولوية على الإطلاق غير أولوية رئاسة الجمهورية. نريد رئيسا قويا، ونعني بذلك الرئيس القادر على أن يكون لديه القدرة القيادية وأن يشكل قدوة للبنانيين، وأن يشكل أيضا بمفهوم الدستور الرئيس الذي يمثل العيش المشترك بين اللبنانيين، ويمثل هذا النسيج الوطني الكامل ما بين اللبنانيين. فبالتالي هذا الرئيس الذي يستطيع أن ينفتح على الجميع، أن يتقبل الجميع، أن يأتي بالجميع. تتابعون بعد الفاصل: كيف يواجه لبنان الإيبولا؟ متفهما حال الهلع بين المواطنين فيما خص فيروس إيبولا، تفقد وزير الصحة وائل أبو فعور الإجراءات المتخذة من قبل أجهزة الوزارة في المطار، والتي تتجاوز أحيانا ما توصي به منظمة الصحة العالمية. وأكد أبو فعور عدم تشخيص أي حال في لبنان، موضحا أن الفريق الطبي في المطار يتألف من 18 فردا من طبيب أو بين طبيب وممرض، عدا أن الإجراءات ليست جديدة بل إنها متخذة منذ أكثر من 5 أشهر، أي منذ انتشار مرض الكورونا. كل شركات الطيران سيتم التعميم عليها، خاصة شركات الطيران التي تنقل مسافرين من الدول التي تصنف موبوءة، يعني سيراليون، ليبيريا وغينيا. بأي طريقة أجو فيها بأي شركة طيران سيتم التعميم عليها بأنه على طاقم الطائرة أن يبلغ عن أي حالة
بيشعر فيها عوارض لهذا الفيروس، وبالتالي أي مريض يشتبه بأنه يحمل هذا الفيروس بيتم عزله بمرحلة أولية، ثم يتولاه فريق عمل وزارة الصحة في المطار. إجراء آخر يتم تطبيقه من فترة طويلة اللي هو كاميرات الحرارة، اللي هي بترصد أي مريض عنده ارتفاع بالحرارة، ممكن يكون من هذا الأمر، ممكن يكون من أي أمر آخر. أي مريض مصاب بفيروس الإيبولا تينقل هذا الفيروس بده يكون بحالة متقدمة، تكون بحالة متقدمة صعب أن يسافر. وحرصا على السلامة العامة وتماشيا مع الإجراءات المطلوب اتخاذها منعا لتفشي مرض إيبولا، تتوقف الوحدات المعنية في وزارة العمل عن استقبال طلبات الموافقة المبدئية والموافقة المسبقة العائدة لرعاية الدول الأفريقية الآتية: سيراليون، غينيا، وليبيريا. وقد اتخذ وزير العمل سجعان أزي هذا القرار بالتشاور مع وزير الصحة وائل أبو فعور. بمناسبة الذكرى 69 لتأسيس الجيش، أكد قائد الجيش العماد جاء أهوجي في أمر اليوم إلى العسكريين أن المؤسسة العسكرية أثبتت على الرغم من المحن التي عانتها والمحاولات المتكررة للمس بها أن العيش المشترك هو حقيقة وقناعة راسخة فيها، مشددا على أن الجيش بتركيبته يترجم هذه الحقيقة كل يوم على أرض الوطن، ويسعى إلى أن يكون قدوة للبنانيين في الحفاظ على هذه التجربة الفريدة. وأكد أهوجي أن المؤسسة العسكرية في بلد يواجه الإرهاب والتحديات الإسرائيلية وحروبا متنوعة خارجية وداخلية، عصت على جميع محاولات العبث بعيشها المشترك. تتابعون بعد قليل. سعيد صالح، سلام يا صاحبي. قتل 10 أشخاص وأصيب نحو 30 بجروح في هجومين منفصلين، أحدهما بسيارة مفخخة في مدينة الصدر وسط بغداد، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. وقد تزامنت الهجمات مع اقتراب موعد أداء صلاة الجمعة، حيث يتجمع في الحي مئات المصلين من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. حذرت وزارة الصحة الليبية من انهيار كامل للخدمات الصحية في حال بقاء الوضع الأمني المنفلت على ما هو عليه، خصوصا مع إعلان دولة الفلبين عزمها سحب 13,000 من رعاياها، بينهم نحو 3,000 عنصر طبي من مختلف المرافق الصحية، وذلك بعد قطع مسلحين رأس عامل فلبيني لأنه غير مسلم. وكانت المواجهات العنيفة بين الميليشيات المتنازعة قد تجددت في محيط مطار طرابلس، حيث تحاول فرق الإطفاء إخماد حريق مشتعل لليوم الخامس على التوالي في مستودع للمحروقات أصيب بقذائف. عن 76 عاما توفي نجم الكوميديا المصري سعيد صالح إثر تعرضه لغيبوبة الخميس، فشلت الجهود الطبية في مستشفى القوات المسلحة من إخراجه منها. صالح الحاصل على إجازة في الأداب عام 60 عمل في أكثر من 500 فيلم وأكثر من 300 مسرحية، كما أنه شارك النجم عادل إمام في الكثير من أعماله السينمائية. وإلى شهرته التمثيلية، يشتهر سعيد صالح أيضا بحبه الكبير لنادي الاتحاد الإسكندري وبخروجه عن النص في الكثير من مسرحياته. ختام النشرة، إلى اللقاء.